كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين على الف 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 خير وبصحه وعافيه ودائما مورال طالع. اليوم الى لياتي غادي نعجن الخبز ديال الشاورما. خبز ديال الشاورما بالقمح، ماشي في ما فيه لا فورس لا والو. اذا شنو عندنا في المقادير؟ هنا عندي 250 غرام ديال القمح، وهنا عندي شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، وهنايا عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. المعلقه الصغيره ديال الملحه على حسب نوع الملح، هذه الملحه رقيقه. وغادي ندير واحد معلقه كبيره ديال زيت العود. بالنسبه للقمح انا كنستعمل كينغ ارثر لا مارك، كتعجبني. المهم دقيقها زوين، وفي نفس الوقت كنشري غير باكيه، يعني بالنسبه حسن حنا ماشي كثارين في الدار وما كنقدرش نعجن بزاف، دونك كناخذ غير الباكيه صغيره ما عرفتش شحال فيها، وكنعجن حتى كتسالى لي وصافي. المهم الفيديو ماشي في الاصل هو ما نديرش على الخبز ديال الشاورما، غير حيت كاينه واحد السيده طلباتني انني ندير الخبز الخبز ديال الدار، رغم ان كلشي كيعرف خبز الدار، غير هو غير باش التوضيح بسيط. في ميريكان ماشي اي واحد كيصدق لي الخبز، خصوصا الناس اللي كيجيو في الاول بحالي انا. منين يلاه جيت راه اول مره عجنت راه جاني حجر، يعني ما تكالش الحجر الحجر. المهم ما عرفتش نعجن، وانا ما كانش كيصدق لي الخبز. احتاجت عندي حماتي مسكينه غير واحد 5 ايام، ناضت جربات معايا وراتني كيفاش كنعجنوا، ومن ديك الساعه كيصدق لي. انا ما كنعجنش بزاف، وانما ملي كنعجن الحمد لله كيصدق ليا. اذا واحد السيده طلباتني قالت لي نوريها الخبز كيفاش درت ليه، كانت شافته في واحد الفيديو وصافي، وبغيت نديرو. انا غنعجن اليوم فقلت نصوره، وبما انني عاجنه انا باغا خبز ديال الشاورما، فقلت حتى هو غنعجنو. دونك غادي نبدا بخبز الشاورما. كيف ما قلت لكم 250 غرام ديال القمح، ومعلقه صغيره ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، وغادي ندير معلقه ديال زيت العود، والماء دافي على حساب العجينه. العجينه غنديرها انا في العجانه، اللي ما عندوش عجانه غير يجمعها مزيان، وغادي نغطيها وغادي نخليها تخمر لمده ساعتين. اللي ما عندوش عجانه كيف ما قلت لكم يعجنها بيديه، وتخليها غطيها بالسلوفان من الفوق وخليها لمده ساعتين. في ديك الوقت انا غادي نعجن الخبز وغادي نوريكم. كيف ما قلت لكم انا القمح اللي كنستعمل هو كينغ ارثر، مارك زوينه، دقيق ديالها زوين. هذا ما كان انا غادي نعجن هذه العجينه، هذه غادي نوريكم كيفاش دايره، حيت ما غتكونش لا جاريه ولا قاصحه، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. اذا من بعد ما عجنت العجينه ديال الشاورما ديالي، ها هي كيفاش كتكون، ما قاصحاش وما جارياش. المهم غير انا راه كندوق العجينه باش ما تجينيش مسوسه، باش اذا كانت خاصني الملحه راه كنزيدها. دابا غادي نغطيها كيف ما قلت لكم السلوفان، غطوها مزيان، غادي نغطيها غطاها، ولا ديروا فوق منها شي زيف وخليوها مده ساعتين باش تخمر. فهاد الوقت كيف ما قلت لكم انا غادي نعجن العجينه الخبز. خديت العجانه ديالي درت فيها الدقيق، الدقيق راه ما كنعبروش، وغادي نعاود نقولها، غادي نقول لكم انا كنستعمل كينغ ارثر. زوين. غادي ندير فيها جوج معالق ديال النيدو وشويه ديال الملحه. الطريقه ديال النيدو راتها لي واحد الصديقه ديالي، باش كيعطي الخبز كيجي رطب زوينه. هنايا درت جوج معالق ديال الخميره، درتهم الماء وخليتها حتى طلعت شويه، ما دافي طبعا الحال، ماشي سخون ماشي بارد، خليتها حتى طلعت شويه، وغادي نزيدها فوق منها. ممكن تزيدوا حتى زيت العود الا بغيتوا. زيت العود راه هو كيرطب العجينه. كاين اللي كيدير سكر، يعني معلقه او جوج معالق سكر باش كيعطي الخبز واحد اللون احمر. نفس الشيء ممكن ديروا مع العجينه ديال الشاورما، غير انا كنفضل ما نديرش السكر، كنحاول ما امكن نخليه خبز صحي. واخا كاينه الخميره، هذا الخميره الكيماوي، زعما الخميره ديال الخبز. ان شاء الله باغا نتعلم ندير هذا الخميره البلديه، ولكن مازال ما كنعرف ليهاش. ان شاء الله غادي نديرها، غادي نتعلم ليها باش نولي نستعملها باش يكون نيت خبز صحي. صافي غادي ندير الخبز ديالي يتعجن في العجانه. كنعاود نقولها بالنسبه اللي ما الناس اللي ما عندهمش العجانه، غير يجمعوا الخبز، يجمعوه ما يدلكوش، غير يجمعوه مزيان ويغطيوه ويخليوه خمره، كيخرج زوين، راه ما كيحتاجش
ما كيحتاجش خدمه كثيره. الا انا غادي ندير الخبز ديالي يتعجن، مورا ما غيتعجن غادي نغطيه حتى هو بنفس الطريقه اللي غطيت العجينه ديال الشاورما. ما غنخليهش ساعتين، غنخليه غير شويه حتى يطلع، وديك الساعه غادي نقرصو باش نديرو يطيب. غادي نوريكم. مهم بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوا فيديو غادي يشوفوني كندير الخبز، وما تضحكوش ما تستهزئوش، لان كل شيء تبارك الله كيعرف يدير الخبز، ولكن كاينين بعض الناس ما عرفوش، ما صدق لهمش الخبز. منهم انا ما كانش كيصدق ليا تماما، وهنايا في الناس خصوصا الناس اللي على برا ماشي ساهل تلقى الخبز زوين، راه ما كاينش لي باتيسغي اللي غيبيعوا خبز بحال في المغرب وهذا. فلذلك كاين اللي طلبني على انه لان شاف الخبز وطلبني انني نديرو، على داكشي درت هاد لا فيديو، ماشي حيتاش الناس ما كيعرفوش يديروا الخبز، وانما مجرد تجربه انا جربتها وبغيت نشاركها معكم، وبالخصوص ملي جاني الطلب على داكشي انا درت هاد لا فيديو. ما بالنسبه للناس راه بزاف تبارك الله كيعرفوا يديروا الخبز وكيجيهم خبز ما شاء الله عليه غزال، انا الفيديو ديالي مخصص للناس اللي ما كيصدق لهمش الخبز. هذه هي التجربه ديالي، على داكشي غنشاركها، وبطبيعه الحال كيف ما قلت لكم بناء على الطلب ديال واحد السيده. مهم انا غندير الخبز ديالي يتعجن، ما غنخليهش جاري وما غنخليهش قاصح، وغادي نغطيه نخليه واحد شويه حتى يخمر، وغادي نوريكم من بعد مرحله اخرى فاش غادي نبغي نقرصو وغادي نعجنو، غادي تكونوا معايا. ايوا هذا الخبز ديالنا راه خمر، ها كيف غطيته درتو عجانه، وهذا غادي نديرو في هذه البلاصه هذه. هنايا كنخدم انا نيشان، هنا كاين لا قصريه لا والو، صافي كتنفسو باش يخرج منو الهواء كامل. نفسو ما كيكونش قاصح وما كيكونش جاري، صافي ها هو نفسو كامل. ما تضحكوش عليا، انا راه كما قلت لكم واحد المره في واحد الفيديو، راه الخبز كنعبرو باش يجيوني قد بعضياتهم، وباش نديرهم صغارين باش ما يكونوش كبار، كنديرهم ما بين 100 حتى 112 غرام شي حاجه بحال هكذا، كل مره اش كندير فيها. مهم غادي الخبز كنقرصو بالنخاله، ما كنقرصوش بالقمح، كنقرصو غير بالنخاله. غادي نوريكم النخاله اللي كنستعمل بالنسبه لدقيقة القمح، وبالنسبه للنخاله اللي غتلقاوها في تارغيت النخاله، يا اما غادي انا كناخذ هذه الماركه، هاد الماركه هي اللي كناخذها، ولا غادي تلقاوها بالعبار في هول فود حتى هي زوينه. بالنسبه كيف ما قلت لكم القمح كناخذ كينغ ارثر، وهاد النخاله هادي غادي تلقاوها في تارغيت، غادي تلقاوها في كينين في جول، المهم غادي تلقاوهم كيف ما قلت لكم يا تارغيت يا جول، هادو هنايا فين غادي تلقاوهم. صافي وغادي نكمل خبيزاتي كاملين، غادي نحطهم في اللاطه، انا كنديرهم في اللاطه نيشان كاين لا زيف لا والو، حيت كنطيبهم في اللاطه، وغنخليهم حتى بما كملت كلشي، وغادي نخليهم حتى يطلقوا ونجمعهم ونقرصهم. من بعد ما كنقرصهم غادي نغطيهم ونخليهم يخمروا، غادي نخليهم يخمروا وغادي ندير الفران يسخن منين يخمروا. الفران هو السر، المهم هنا الفران هو السر ديال الخبز في هاد البلاد هادي. بالنسبه للفران ديال الضو انا كندير لتحت، كنشعل لتحت على درجه 50 على 500 درجه فارنهايت، وكنخليها يسخن مزيان. صافي ديك الساعه كنحط الخبز ديالي في التحت، وكنبقى مقابله، يعني هو راه دغيا كيطيب، دغيا غادي يطيب، كنقلبو ان فوا كيطيب من التحت كنطلعو الفوق، كندير له كنشعل الفوق ديك الساعه
وكندير فيه حتى هي 500، وكنبقى واقفه حداه حيت دغيا غيتحرق غير باش يتحمر، مي هو طاب. مهم الحراره كيف ما قلت لكم، يا اما 450 يا اما 500 فرنهايت من الاحسن. هكذا دغيا الخبز كيطيب وما كيقصحش. صافي اون فوا كنديروا الفوق كيتحمر وكيطيب دغيا دغيا. المهم انا غادي نكمل الخبز ديالي بالتقراص، ومنين غيخمر غادي نطيبه، وديك الساعه غادي نوريكم نتيجه الخبز ديالي كيفاش كيخرج. ايوا من بعد واحد ساعتين ديال المقاله خمرات العجينه ديال الشاورما، هي هادي حيدوها. عاوتاني نفسو كيما نفسنا العجينه ديال الخبز، نفسوها مزيان. صافي هي رطبه، غادي نقلصها بالقمح. عندي خبيزات صغارين، صافي غنفرقها كامل ونديرها خبيزة. اذا من بعد ما رققت العجينه ديالي وحطيتها تكملتها كامله، درت اللاطه ديال الضو. انا عندي هنايا كنطيب في لاطه الضو، واش كنطيب اكثر من وحده، اللي ما عندوش ماشي مشكل كطيبو فوق البوطه. هنا غادي نسخنتها مزيان، غادي ندير خبيزاتي يطيبو، ندير هاد الخبيزات يطيبو. ايوا كنقلب فيهم حتى يطيبوا. بالنسبه اللي عنده هذه ديال الضو راه كنديرها في 400 درجه الحراره ديالها، وحتى كتسخن مزيان، وديك الساعه كنردها 350 غير باش يطيبوا ليا وفي نفس الوقت ما يتحرقوش.
حيت هو دابا رقيق بزاف، على داكشي ما كياخدش وقت طويل في الطياب. بغيت نقول لكم واحد المعلومه خفيفه، بما اننا كنتسناو البطبوط يتنفخ، ماشي البطبوط، اعتذر، خبز الشاورما وراه تقريبا غادي يصدق بحال البطبوط الا خلينا غلط من هكا. المعلومه اللي بغيت نقول لكم هي اي حاجه عندكم دقيق مثلا ولا روز ولا اي حاجه عندكم بالكسره، كديروا لها ورقه سيدنا موسى وسط منهم اوراق سيدنا موسى على حسب اللي بغيتوا، باش ما كيخسرش. ايوا هنايا كيف ما كتشوفوا الخبيزات ديالنا هما كيفاش كيكونوا ملي كيطيبوه زوينين ورطيبين، وهذا الخبز ديال الشاورما. المهم ما تديوش على الشكل والحجم، راه لا علاقه، ما كيجيونيش قد بعضياتهم. المهم الخبز حيت كنعبروا كيجي تقريبا قد بعضياته. وريكم واحد الخبيزه من الداخل، ها هما الخبيزات، وهذه الشاورما ديالنا باش كتجي محلوله، تجي زوينه. تقدروا تستعملوها شاورما، الشاورما تقدروا تستعملوها تاكلوها مع فطور ولا اللي بغيتوا، على حساب شنو بغيتوا. نتمنى ان الناس اللي طلبوا مني الخبز انهم يجربوه ويصدق ليهم، نتمنى انهم يعجبوكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله. باي باي.